خلينا دلوقتي نروح كمان لحديقة الطفل اللي فتحت أبوابها لاستقبال الأطفال اللي فرحانين بالعيد. تعالوا نشوف الأجواء عاملة إزاي مع زميلتنا جرمين إبراهيم، مراسلة صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا جرمين، إيه الأخبار عندك؟ صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على مصطفى، وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان، وكل عام وكل المواطنين بألف خير. احنا طبعا كلنا عارفين انه مع كل مناسبة بتكون الحدائق والمتنزهات هي الوجهة الأولى للمواطنين عشان يقدروا يستمتعوا بالمساحات الخضراء ويقضوا وقت جميل في العيد، ومن ضمن الحدائق دي هي حديقة الطفل، واللي بتلاقي إقبال كبير جدا من المواطنين في أيام العيد، خصوصا ان فيها مساحات خضراء كبيرة هي بتمتد على مساحة 20 فدان، وفيها أنشطة مختلفة بتقدر تناسب كل الفئات وكل كمان الأعمار، فبنلاقي إن فيها مسارات للمشي والجري وأماكن لممارسة الرياضة، كمان أماكن مريحة للجلوس، ده غير إن فيها كمان مدينة خاصة بألعاب الأطفال و منطقة مخصصة للمطاعم، فأي حد هيجي يزور حديقة الطفل هيقدر إن هو يلعب الأطفال ويلعبوا ويقضي وقت جميل، يقدر يستريح في أماكن خاصة بالجلوس في الظل، وكمان يقدر إن هو يأكل ويستمتع بالمساحات الخضراء والجو الجميل. فهي الحقيقة حديقة متكاملة على كل المستويات، لكن كمان خليني أقول لكم إن مش حديقة الطفل بس اللي استعدت لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، لكن كمان مختلف الحدائق في محافظة القاهرة، فتم مراجعة كل أعمال الصيانة داخل الحدائق وإلغاء الأجازات، كمان مراجعة أنظمة الإنارة وتعقيم الحدائق واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، ده غير التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتوفير يعني دوريات في محيط الحدائق، وزيادة أفراد الأمن الداخلي داخل الحدائق، كمان التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف على توفير سيارات إسعاف في محيط الحدائق لمواجهة أي طارئ لا قدر الله. يمكن إحنا لسه في بداية اليوم، خليني أقول لكم الإقبال مش كبير قوي، اللي إحنا متعودين إنه في أول أيام عيد الأضحى ناس بتصلي العيد، بعد كده بترجع يمكن تذبح أو بتاكل لحمة، فيمكن لسه الإقبال ما زادش، لكن متوقعين مع يعني مرور الساعات الجاية إن الإقبال يزيد، خصوصا مع انكسار موجة الحر. فيعني إحنا موجودين معاكم النهاردة من حديقة الطفل، وكل عام وكل المواطنين بألف خير. كل سنة وانت طيبة يا جرمين، وكل الشكر ليكي. زميلتنا جرمين إبراهيم مراسلة صباح الخير يا مصر من حديقة الطفل.